كبير هذا لا بيوماس. الأسماك السطحية الصغيرة بصفة أدق لبتي بيلاجيك تقريبا تكون حوالي أكثر من 80% من الإنتاج الوطني. الإشكال الموجود هو الآن في خاصة في السنوات الأخيرة ولعله على غرار كل دول البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الأخيرة سجلنا نقص في الإنتاج على مستوى هذه الفئة من الأسماك السطحية الصغيرة. بالتالي اليوم حاولنا ندق جرس إذا صح القول من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة بمشاركة العلميين من خلال عرض العلمي لعمليات هذه التقييم فيما يخص سواء الإنتاج الوفرة فيما يخص بعض العوامل لمساعدة أو تدخل في هذا الجانب كدرجة الحرارة أو درجة الحموضة على البحر، كلها معلومات علمية يتم تقاسمها اليوم مع المهنيين لاتخاذ بعض الإجراءات في كيفية المحافظة على ديمومة هذه الثروة السمكية.